بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول الاستقامة المنشودة التي ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه عليها وينظر أين هو منها ليحققها كما أراد الله سبحانه وتعالى، إذ النجاة منوطة بالاستقامة الحقيقية على أمر الله، الاستقامة الحقة على أمر الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للإنسان وللعبد أن يفهم الاستقامة على وفق هواه، إنما ينبغي أن نفهمها كما أرادها الله سبحانه وتعالى منا. ولذلك تحدثت في لقاء سبق عن معاني الاستقامة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو المعاني المستخلصة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والواردة في أقوال السلف الصالح للاستقامة المطلوبة المنشودة، لأننا نريد استقامة حقيقية ليست استقامة مزعومة أيها الكرام المؤمنون. وكذلك ذكرت أنه من الأمور التي تعين العبد على هذه الاستقامة، أن يحاسب نفسه عليها ولا يهمل محاسبة نفسه على هذه الاستقامة. ولن يستطيع الإنسان أن يداوم على محاسبة نفسه على الاستقامة إلا إذا علم قيمة الاستقامة وأهمية الاستقامة وخطورة تركها، وأنه إذا لم يواظب عليها فإنه يعرض نفسه للخسارة الحقة التي ليس بعدها خسارة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالفوز الحقيقي بجنة الله سبحانه وتعالى طريقها، الطريق إليها بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام المؤمنون، إذا لم يعرف الإنسان أهمية الاستقامة وخطورة تركها وخطورة البعد عنها، فسيتساهل في البعد عنها، وبالتالي لا يحاسب نفسه عليها. من عادة الإنسان أنه مفطور على أنه يهتم بكل ما يجلب له النفع ويدفع عنه الضر. إذا لم يعرف الإنسان أن الضر الذي يتحقق من فعله لشيء ما، فإنه سيقدم عليه لأنه يظن أنه ليس فيه ضرر. أخطر شيء على الإنسان سوء التصور، سوء الفهم، فساد التصور، لأنه يظن أنه يسير على الجادة وهو يسير على غيرها، والعياذ بالله. نحن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة، نطلب من الله أن يهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فينبغي على العبد أن يعلم قيمة السير على هذا الصراط المستقيم وخطورة البعد عنه، لأنه إذا فرط فيه يعرض نفسه لهلكة شديدة أيها الكرام المؤمنون، لا يصبر عليها أبدا. فالذي يجعلني أحاسب نفسي دائما وأتذكر أن أعلم أهمية الاستقامة في حياتي وخطورة البعد عنها، هذا سيجعلني دائما أفتش في حالي، أفتش في ذاتي، في أعمالي، في أقوالي، في أفعالي، في تعاملاتي، هل هذا يتوافق مع الاستقامة التي أرادها الله؟ أم أنه لا يتوافق مع الاستقامة؟ إذا كان يتوافق الحمد لله، لا يتوافق أسارع بي أن أسدد وأقارب وأتوب وأعود إلى الله سبحانه وتعالى، أري الله من نفسي أنني أغلق الأبواب على المعاصي وأسارع في أن أسدد وأقارب لأكون على الجادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، فالمطلوب مننا السداد والاستقامة، فإن لم نستطع فعلى الأقل المقاربة، نجاهد أنفسنا بالوصول إلى الاستقامة الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، كذلك بعد التعرف على أهمية الاستقامة، نحتاج أن ننظر إلى المعاني الواردة في كتاب ربنا
في بصائر القرآن التي تبين لنا أحوال المستقيمين. لأن ممكن أن أظن أنا مستقيم مع أني بنفس هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر، كيف أكون مستقيما وأنا بعيد عن كل هذه الأوامر؟ فننظر إلى بعض الآيات التي تحدد لنا مفهوم الاستقامة لكي يتضح لنا الأمر وضوحا جليا، فلا نبتعد عن الجادة بإذن الله سبحانه وتعالى. تحدثت أحبتي في لقاء سبق عن إن الاستقامة تجلب الإنسان الفوز بسعادة الدنيا والنجاة في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن من أهميتها أن العبد يفرح بموته عند لقاء الله سبحانه وتعالى، وأنه يحتاج أن يموت مستقيما، لأنه إذا مات على غير الاستقامة لن يكون طيبا، لأنه مات على ضد الاستقامة، فالمعاصي فيها خبث، يحتاج أن يتخلص من خبث المعاصي. لماذا؟ لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، والجنة لا يوجد فيها ذرة خبث. لذلك قضى الله أن من مات وعليه خبث ورق الجناية والمعصية أو آثار الذنوب والمعاصي يحتاج إلى أن يتطهر، يحتاج إلى أن يتطهر بأمور. إذا كان طهر نفسه في الدنيا الحمد لله، لم يطهر نفسه في الدنيا يحتاج أن يتطهر في الآخرة، إما في قبره وإما في عرصات القيامة وإما في جهنم والعياذ بالله. طيب، الأسهل للإنسان أن يترك نفسه عليه آثار الذنوب والمعاصي فيعرض نفسه للتمحيص، لأن الجنة طيبة، الملائكة تقول لأهل الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال الله الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. يبقى لكي يقال سلام عليكم ادخلوا الجنة، إذن المفروض الذين تتوفاهم ملائكة طيبين، مات طيبة، مات طيبا بأن يكون على طاعة، إذا وقع في المعصية يتدارك بالتوبة والاستغفار وفعل الحسنات الماحيات والصبر على المصائب المكفرة. هذه الأربع التي تمحص العبد، تزيل أثر الذنب، تمحص الإيمان والمعرفة، فتزيل آثار الذنوب والمعاصي. لسنا معصومين وكلنا ذو خطأ، والإسلام لم يطلب منك أن تكون معصومة، إنما طلب منك أن تجاهد نفسك ألا تقع في المعصية، وإذا وقعت أعطاك الطريق للتمحيص، أعطاك الطريق لإزالة أثر الذنوب والمعاصي بالتوبة الصادقة والاستغفار وفعل الحسنات الماحيات والصبر على المصائب المكفرة. فمن فعل ذلك أزال أثر الذنب، فإذا مات صدق عليه أنه مات طيبا، ويصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فيا فرحة من مات مبشرا وأحب لقاء الله، لأنه بشر بفضل الله، بنعيم الله، بعطاء الله، بجنة الله، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. يا فرحته، يا فوزه، يا هنا هذا الذي فاق وعرف لماذا خلق واستعد للقاء الله فمات طيبا. طيب، لكي لا نفرط في هذا ولنعلم خطورة ترك الاستقامة لنحاسب أنفسنا عليها، أيها الكرام، الذي يستهين بهذه الأمور فيفرط في الاستقامة أو في معانيها المطلوبة شرعا، في معانيها المطلوبة شرعا من ناحية، وكذلك في التوبة وإزالة أثر الذنوب، سيحتاج أن يمحص في الآخرة. ليه سيحتاج أن يمحص في الآخرة؟ كما ذكرت في أول لقاء، لأن الجنة لا يوجد فيها ذرة خبث، فيحتاج الإنسان أن يطهر من الذنوب والمعاصي. لنتأمل بعض، يعني لو حبينا نتكلم عن التفاصيل تحتاج إلى لقاءات كثيرة، لكن نتأمل بعض الإشارات لمن يحتاج إلى التمحيص في الآخرة. أيها الكرام المؤمنون، أيهما أسهل عليه في ذلك؟ فالشاهد أيها الأحبة في الله،
إذا محص العبد نفسه، وأنا أركز على هذه الجزئية وأقول أنا ما سأذكره الآن أذكره لنعلم خطورة التمحيص في الآخرة، وأننا سنتعرض لأمور قد لا تحدث، أو إذا حدث بعضها فبعضها يكون شاقا على الإنسان، بعضها الآخر إذا احتاج إلى التمحيص. فالأسهل إن أنا أفيق وأقول هذه الأمور، لما الذي يجعلني أنتظر هذا؟ أنا أموت وقد محصت إيماني وأزلت أثار الذنوب والمعاصي بنفسي في هذه الحياة، لا أحتاج إلى تمحيص في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني من الإنسان لو مات مثلا على الشهادة لا يحتاج حتى إلى صلاة الجنازة، لا يحتاج إلى شفاعة الشفعاء، هو الذي يشفع في غيره، وصل إلى مرحلة لا يحتاج حتى إلى شفاعة أحد. فهنيئا لمن محص إيمانه على قيد حياته أيها الكرام، لمن سعى لإزالة أثر الذنوب والمعاصي على قيد حياته فيلقى الله طيبا بفضل الله. من لم يفعل سيتعرض لأمور أشير إلى بعضها لكي نتعظ فنعرف قيمة الاستقامة فنعود إليها ونهتم بإزالة الاستقامة لكي نلقى الله طيبين، كذلك نزيل أثر الذنوب والمعاصي ونحن على قيد الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان لم تفي الأربعة التي تمحصه في الدنيا اللي أنا ذكرتها الآن، هي التوبة الصادقة، الاستغفار، فعل الحسنات الماحيات، الصبر على المصائب المكفرة، إذا لم تفي بتمحيصه وتخليصه، كيف لم تفي؟ فلم تكن التوبة مثلا نصوحا، لم تكن شاملة عامة. بعض الناس كده ما يجي يتوب بمزاجه، أو أحيانا يعني أعبر عنها سامحوني في اللفظ يتصنع التوبة، هو لم يتوب على الحقيقة، هو يعلم أن مشكلته في 1 2 3، هو يريد أن يستمر على هواه، يريد هذه الذنوب مثلا، فإذا به يتغافل عنها ويتوب مما سواه. طب تمام، وهذه لماذا تبعض، تتوب من البعض وتترك البعض الآخر؟ هل هذا مقبول أصلا؟ مقبول؟ هل هذا يخفى على ربك سبحانه وتعالى؟ أنت آثرت الحقيقة، أنك آثرت محبك على محب الله سبحانه وتعالى، آثرت هواك على ما طلبه الله، فهذا هو الخطر. إذا هواك طلب معصية فأنت تطوع نفسك وهواك لما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب، هذا الاختبار في الدنيا ليفوز الإنسان ويسعد في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأحيانا الإنسان يفعل التوبة بطريقة غير مرضية، هذا هو الخطر الشديد، أو يتهاون في شأنها ولا يعرف قيمتها، كاستغفار من في يده القدح ومن المحرمات ويقول أستغفر الله ويرفع إلى فيه، هل هذا هي توبة؟ هل هذا رجعة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أو من فعل المحرمات ويستغفر أستغفر الله هكذا، هل كل معصية يصلح فيها قول أستغفر الله؟ هل الصغيرة كالكبيرة؟ في معصية صغيرة أستغفر الله تغني فيها، في معصية لها كفارة يجب أن تأتي بكفارتي، الشرع نص لا على كفار، مثلا زي كفارة اليمين، ما ينفعش واحد حلف يمين منعقدة وحنث فيها ثم يقول تبت إلى الله وأستغفر الله. أيوة ماشي، ما هي علامة توبتك؟ أن تفعل الكفارة، تقول تبت إلى الله لا تفعل الكفارة، جمع في نهار رمضان وعليه كفارة، يقول تبت إلى الله ولم يفعل الكفارة، عليه كفارة قتل خطأ منها صيام شهرين متتابعين، يقول تبت إلى الله ولم يفعل الكفارة، أي إذن التوبة تكون صادقة علشان تنفعه في الآخرة فتمحص الذنب. إذا كانت التوبة غير صحيحة أو فيها خبث أو فيها تساهل،
كما قلت ان الانسان لا توبته اقل من المعصيه، معاصي كثير ولا استغفر الله ولم يفعل، في كفاره لم يفعل الكفاره، او ما فيش كفاره لكن الذنب كبير فيحتاج الى ندم واستغفار وكثره صلاه واعمال صالحه واقبال على الله سبحانه وتعالى وعلى قدر صدقه وندمه واستغفاره وفعل الحسنات المحيات، ينحت في جبل المعاصي والكبيره شيئا فشيئا الى ان يزول بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لم يفعل شيئا من ذلك وفعل ما فعل وفعل الافاعيل وعنده الكبائر والاباطيل ويقول استغفر الله هكذا، وكأن يعني يرى ذنوبه كأنها شيئا لم يأخذ. المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوق رأسه، المنافق يرى ذنوبه كحشرة على أنفه وذبابة فعل بها كذا فطارت أستغفر الله وطار. هذا خطر، الذنب تجرؤ على الله سبحانه وتعالى، الذنب هلكة، أحتاج إلى أن يغفر الله لي ذلك أنا أخطأت في حق ربي، أخطأت أحتاج أن يقبل الله توبتي، فيجب أن أحسن اللجئ والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى وأن أفعل الأعمال الصالحة وأحسنها ليقبلها الله ليزول لتزول السيئات وتحل الحسنات مكانها ولأجد أثرها في قلبي أيها الكرام. فلذلك إذا لم تفي هذه الأمور في هذه في الدنيا اللي هي التوبة كانت بطريقة غير صحيحة كما أشرت، وكذلك لم يفعل اللازم لوازم التوبة من الاستغفار وفعل الحسنات المحيات ولم يرضى بقضاء الله وقدره في المصائب المكفرة، فهذا سيحتاج إلى أن يمحص في الآخرة، لأن الحسنات في كميتها وكيفيتها لم تكن وافية بالتكفير، ولا المصائب لم تكن وافية بالتكفير، إما لعظم الجناية وإما لضعف الممحص، فهذا سيحتاج إلى تمحيص يعني لشيء يزيل أثر الذنوب منه في البرزخ بعد ما يدفن، يحتاج إلى تمحيص في البرزخ بثلاثة أشياء: صلاة أهل الإيمان اللي هي صلاة الجنازة واستغفارهم وشفاعتهم. لذلك يجب ان احنا نهتم بحق الميت في صلاة الجنازة وان يحضرها اهل الفضل واهل الصلاح وان يحضرها عدد كبير من الناس على قدر ما نستطيع، ده من ضمن الاشياء اللي بتمحصه. كذلك فتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهارة وتوابع ذلك، طبعا هذا تفاصيله تحتاج الى لقاءات، لكن هذه اشياء تحدث الانسان بعد موته في القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يدفن صبيا صغيرا: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. وقال في شأن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال: هذا الذي شهده 70,000 من الملائكة واهتز لموته عرش الرحمن، لقد ضم في قبره ضمة ثم رخي عنه. فهناك في القبر ضمة وروعة الفتان وعصرة وانتهار. الضمة ديت إذا كان الإنسان إذا كان صبي صغير أو كان ليس عليه تكليف أو كان الإنسان محص آثار الذنوب تخلص من آثار الذنوب في حياته ولقي الله طيبا، بتكون كما قال العلماء ضمة طمأنينة وتثبيت بفضل الله سبحانه وتعالى، كالأم الحنون كده عند ابنها. طيب إذا كان عليه أثار جناية فبتكون ضمة انتهار تكفر بعض السيئات صعبة، وأحيانا تكون لمن لا يكفيه ما في القبر من التمحيص ويحتاج إلى تمحيص في الآخرة بتكون ضمة تعذيب تكسر الضلوع، كان في حال الكافر الذي سيعذب أيضا في الآخرة عذاب والعياذ بالله. فإما أنها تكون لينة لمن محص نفسه، وإما أنها تكون صعبة لتمحص بعض الذنوب لتكفر بعض الذنوب والمعاصي في هذا المكان المخيف أول ما يدخل، وإما أنها تكون تعذيب والعياذ بالله. فالشاهد إحنا بنتكلم في مقام الثاني ومقام التمحيص. طيب إذن قد يحتاج إلى ذلك،
والروعة بقى عند الفتان وعند سؤال الملكين والنهرة وينتهرانه وما يحدث له، كل هذه الأمور مخوفات. ما في واحد يضم عند قبره فالضم صعبة لنوع من المكفرات، ويأتيه ملكان أسودان أزرقان فينتهرانه، وين ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الذي بعث فيكم؟ هذا محل رعب وخوف في هذا المكان المخيف المظلم الموحش. وفي إنسان في نفس الموقف تكون الصلاة عند رأسه والصلاة عن يمينه والصيام عن يساره وفعل الخيرات من الإحسان إلى الناس وبالرغم عند رجليه، فلا ينتهرانه الملكان، فلا ينتهراه، فيقفان ويقولان له من بعيد: إذا أتيا من قبل رأسي قالت الصلاة من قبل مدخل، الصيام من قبل مدخل، الزكاة من قبل مدخل، فعل الخيرات والإحسان إلى الناس وبرهم من قبل مدخل، فيقفان ويقولان له من بعيد كده بدون نهر: اجلس، قد مسلت له الشمس والغروب، ما ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد. فيقولان له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. هذا هو الذي عاش حياة موفقة، الذي عاش حياة صحيحة، انتفع بحياته في دنيا وأخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هناك من يحتاج إلى انتهارة أيها الكرام. فالشاهد فقد يحتاج إلى التمحيص في القبر وهو شديد، فعلى الإنسان أن يحذر من هذا أيها الكرام. الثالث الذي ينفع الإنسان في فترة برزخه أيضا ويكون ممحصا له بعد هذه الأمور، ما يهديه إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال مما ثبت في الشرع أن الميت ينتفع به كالصدقة والحج والصيام. وهذه مسائل يعني فيها أقوال كثيرة، لكن أنا أشير فقط إلى أن الأمور التي ثبت النفع بها ما يهدي إليه إخوانه، مثل الصدقة، مثل الحج، مثل الصيام، مثل الدعاء. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك أجمع العلماء على وصول الصدقة والدعاء من أي أحد إلى الموتى بفضل الله، أي أحد، سواء كان من الأبناء، وإن كان من الأبناء أنفع طبعا ومن الأقارب، لكن من أي أحد يصل ثواب الصدقة وثواب الدعاء. يعني ينفع أتصدق عن حد مش قريبي؟ أيوة ينفع. وادعي لحد توفي مش قريبي؟ نعم. فهكذا. ولذلك من توفي له أحد يظن فيه التفريط، فعلينا أن على أقاربه برا به أن يكسروا من إهدائه ما يمحص الذنوب، ما يمحص الذنوب، كثرة الدعاء، كثرة الصدقة عنه، الاستغفار، إذا استطاع أن يحج عنه، إذا كان عليه الصيام يصوم عنه. طبعا المفروض هنا بالصيام، أنا قلت الصيام لينفع الميت، الصيام الواجب اللي هو كان عليه الصيام، هكذا. فهذا على أرجح أقوال العلماء، وإن كان مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله في هذا أوسع من ذلك، فيعني يجيز معظم القرب. لكن عموما خلاصة المقام هذا ما ذكرت، ما دل عليه الدليل مما ينفع الميت في قبر. فهذه الأمور ممحصات بيحتاج إليها، كل ديت يبقى لأشياء في الدنيا وفي أشياء في القبر، زال أثر الذنب الحمد لله، يكون آمن مطمئن بعد كده يدخل الجنة. طب ما كفتش، هيحتاج لتمحيص. ليه؟ نضع نصب عيون: الجنة لا يوجد فيها ذرة خبث. فيحتاج الإنسان إلى أن يطهر. إذا لم تفي هذه الأمور بتمحيصه، محص في الموقف يوم القيامة بثلاثة أشياء: أهوال القيامة، شدة الموقف، ومنهم من يكون عرقه إلى كعبيه إلى ركبتيه على حسب حال الإنسان، منهم من يلجمه العرق إلجاما على حسب أحوال. فالهول يختلف من شخص إلى آخر. وفي نفس الوقت من هو مطمئن في ظل عرش الرحمن: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. فمن امتثل هذه الصفات كان من الآمنين في هذا الموقف بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن من احتاج إلى تمحيص ولم يكن من أهل الإضلال يوم القيامة
في ظل عرش الرحمن، فيحتاج إلى 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 شدة الموقف. وهذا من الممحص. لماذا هذا التمحيص؟ علشان يزيل أثر الذنب، عشان يدخل الجنة طيب، تمام. فإذا لم فهنا يحتاج إلى شدة الموقف، شفاعة الشفعاء، أي إذا شفع له من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهذا لا يكون إلا بإذن الله في الشافع ورضا الله عن المشفوع فيه. فإذا طاله نصيب من الشفاعة برضا الله وبإذنه سبحانه وتعالى بشفاعة الشفعاء، فكان ذلك من الفضل الذي تحصل عليه. ممكن يناله ممكن ما ينالوش، لأن الشفاعة كما قلنا لا شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع، الثاني رضا الله عن المشفوع فيه، ولا يشفعنا إلا لمن ارتضى. فهذا من التمحيص، شفاعة الشفعاء أيضا من التمحيص. أو يناله عفو الله بثلاث حثيات من حثيات ربنا في الموقف، يناله عفو من الله سبحانه وتعالى. يبقى دي أمور بتزيل آثار الذنوب والمعاصي في يوم القيامة. شدة الموقف، شفاعة الشفعاء. طبعا شدة الموقف لو عاوزين نتكلم عنه وخطورته، الإنسان يقول لي أنا إيه اللي يخليني أعرض نفسي لهذا أصلا، ويحتاج إلى لقاءات. لو أردنا أن نتحدث عن أهوال القيامة سنحتاج إلى عدة لقاءات. فما الذي يجعلني أعرض نفسي لهول القيامة ولشدة الموقف، وأنا أستطيع أن أمحص نفسي بالاستقامة في هذه الحياة الدنيا وبإزالة أثر الذنوب بالتوبة والاستغفار وفعل الحسنات الماحيات والصبر على المصائب المكفرة؟ لماذا يتهاون الإنسان أيها الكرام المؤمنون؟ طيب، إن لم تفي هذه الثلاثة بتمحيصه لسه عنده ذنوب، لم ينله أهوال القيامة لم تكن بالقدر الذي يذهب أثر الذنوب، لم تنله شفاعة الشفعاء، لم يتحصل على عفو الله سبحانه وتعالى في الموقف. إن لم تفي فلا بد له من دخول الكير رحمة في حق ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار. يعني في اللي هيدخل جهنم عشان يتطهر مش يخلد فيها. عم بتكلم عن المسلم اللي ما قاله إلى الجنة، ليس الذي حقت عليه كلمة العذاب وخلد في جهنم بسبب الكفر والعياذ بالله، لكن فيه. والرسول بين لنا أحاديث كثيرة، منها آخر أهل الجنة دخول الجنة في رواية في صحيح البخاري، إن هم في بيان حديث الجهنميين اللي هم دخلوا الجهنم ليتمحصوا من أثار الذنوب والمعاصي، لتزيل عنهم أثار الذنوب والمعاصي. فبين أن في ناس سيصلوا إلى هذه المرحلة، وأن كل هذه العقبات لن تكفي في تطهيرهم، ويحتاج إلى أن يمكث في جهنم فترة. طب هي الغمسة في جهنم هينة فضلا عن أن يمكث فيها إلى ما شاء الله على حسب حال ذنوبه؟ إذا كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في جهنم غمسة، غمسة زي ما تضع كده البسكوتة في الشاي وطلعها هكذا غمسة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا، ما رأيت نعيما قط، لا والله ما رأيت نعيما قط، تنسي كل شيء. فما بمن يمكث فيها فترة، فالأمر جد خطير، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. فعلينا أن ننتبه أيها الكرام المؤمنون. الشاهد، إن لم تفي هذه الثلاثة بتمحيصه فلابد من دخول الكير ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه، ويكون مكثه في النار هيمكث قد إيه بقى فيها على حسب كثرة الخبث وقلته. إذا كانت المعاصي كثيرة، المعاصي قليلة، فعلت مرة واحدة أم مرات التي استحق بسببها العذاب ولم يتب منها، كان متصدرا فيها غير متصدر فيها، كان هناك من يتأسى به فيها رأسا في المعصية أم ليس رأسا في المعصية، نتحدث على من لم يتب طبعا ووصل إلى هذه المرحلة، فعلى حسب القلة من الكثرة سيمكث
ليتطهر، لأنه بيحتاج يتطهر على حسب أحواله. ولذلك في حديث الجهنميين ناس كثيرة تخرج ويصب عليهم ماء الحياة وينبت الجلد مرة أخرى على بسبب ما أحدثته النار فيه لكي يدخلوا الجنة، وفي واحد اللي هو آخر واحد هيخش الجنة يقف يا ربي أخرجني من النار، لأن أعماله كانت أكثر منه، يحتاج إلى تطهير أكثر ممن سبقوا. يا ربي أخرجني من النار فقد آذاني حرها ونتن ريحها، يا رب يا رب، ويظل يدعو ويدعو إلى ما شاء الله سبحانه حتى يخرجه الله فقط من النار. ثم لا يدخل مرة واحدة، تعصر في كل شيء، لأن كان في ذنوب ومعاصي، فيخرج يبين له الجنة، يرى أبواب الجنة، يا رب ادنني من أبواب الجنة، ادنني من باب الجنة يا رب، وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا، ما أغدرك يا ابن آدم حينما كنت تسأل أخرجني من النار قلت لا أسألك شيئا، وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا آخر، ما أغدرك، ألم تقل لا أسألك شيئا آخر. في بعض الروايات وربه يعذره لأنه يرى ما لا يطيق، فيبقى في غيره خرج ودخل الجنة مرة واحدة بعد ما تطهر، ده في تعصر، خرج بعد آخر واحد وبعد تمحيص وبعد دعاء كثير، ثم مش على الجنة، يقف إلى أن يدعو إلى ما شاء الله عز وجل فيدنيه الله من باب الجنة، فيدعو الله مرارا وتكرارا. إذا رأى باب الجنة، أبواب الجنة، باب الجنة في حد ذاته نعيم، ما بالك باب الجنة فيما بعدها، فيصلي يدعو يا ربي يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي يا ويحك يا أغدرك، ألم تأخذ العهود والمواثيق ألا تسأل الله شيئا آخر، لكن يرى ما لا يطيق، فعندئذ يدخل الجنة. إلى نهاية الحديث، وفيه أن الله يعطيه الدنيا 10 أمثالها، ويقول له تمنى فيتمنى، فإذا انقطعت به الأماني يذكر بأماني لم يتمناها، ويقول له أعطيك الدنيا 10 أمثالها. هذا إذا كان هذا لآخر واحد بهذه الحالة، فما بالنا بالمقربين بالسابقين. الجنة تستحق أن نبذل لأجلها، تستحق أن نحاسب أنفسنا وأن نقف وقفة صدق لأجل أن نتحصل عليها، وأن نبعد عن أنفسنا مثل هذا العناء أيها الكرام المؤمنون. فالشاهد المكس فيها وطريقة الخروج منها إلى الجنة على حسب الأعمال، يختلف من شخص لآخر على حسب الأعمال، فتكون النار طهرة وتمحيصا للخبث، ومكس الإنسان فيها على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه، هذا بقى محل الشاهد، إذا خرج خبثه وصفي ذهبه وصار خالصا طيبا أخرج من النار وأدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، أخرج من النار وأدخل الجنة بفضل الله عز وجل. هذا هو العطاء، هذا هو الفوز المبين. فعلينا أن ننظر أين نحن من هذا أيها الكرام المؤمنون، ما أحوجنا إلى أن نتدبر هذه المعاني التي أجملتها إجمالا أيها الكرام المؤمنون، تفاصيل العقبات التي يتحصل عليها الإنسان، والتعصر، كم التعصر اللي بيتحصل عليه الإنسان بسبب التمحيص، بسبب وجود ذنوب ومعاصي لم يتخلص منها في دنيا على عين حياته، صعبة رهيبة شديدة. فلماذا يترك الإنسان نفسه إلى ذلك، نفسه إلى أن يصل إلى هذه المرحلة؟ الأهون أن أسارع بالاستقامة، وإذا وجدت تفريطا أسارع في التخلص من أثر التفريط بالتوبة والاستغفار وفعل الحسنات الماحيات والصبر على مصائب الكفر، وأستقيم على الاستقامة لأرفع الدرجات وأنال اللذات. الجنة تستحق أن يبذل لها أيها الكرام، فهذا أمر مهم جدا، على قدر ما يكون البذر على قدر ما يكون العطاء في الآخرة. يعني كان في قصة كده ظريفة لأحد السلف، كان في واحد لعبد، يعني كان شغال مع عبد عند سيده، سيده كان مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، العبد حب يعظ سيده موعظة عملية،
سيده قال له هذه القطعة من الأرض ازرعها، هذه القطعة من الأرض ازرعها برا، يعني ازرعها قمحا، ازرع لحتة الأرض دي قمح. أم رايح جايب بذرة شعير وأم حاطت زرع الأرض شعير. الراجل سيده جاء يوم الحصاد وقال ما هذا؟ قال شعيرا. قال ألم أقل لك ازرعها قمحا؟ قال زرعت شعيرا يا سيدي ورجوت أن يخرج قمحا، أنا حطيت الشعير ورجوت من الشعير أن ينتج برا. قال يا أحمق، ترجو من الشعير أن ينتج برا؟ تحط بذرة شعير تقول هتخرج قمح، كيف يكون ذلك؟ فقال يا سيدي أفتعصي الله وترجو رحمته، أفتعصي الله وترجو جنته، تحصل على قدر ما البذر الذي يكون. فهذا هو، هذه هي الموعظة. فذعر السيد وخاف واندهش وتاب وعاد إلى الله وقال أنت حر لوجه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.